نواصل مع هذا الشكل. هذا السيلندر يعطينا هذا الشكل. فيو واحدة تكفي to describe this shape، مع أنه لا بد من وجود center line حتى نقول أنه هذا الشكل شكل سيلندر. نواصل مع two views drawing. There exists an identical view. لو رسمنا هنا هذا الفيو وهذا الفيو هي نفسها، فلازم نشيل واحدة منهم. Two views drawing. نواصل معها. The third view has no significant contour of the object. هنا هذا الفيو unnecessary، ما نحتاجه لأنه two views تكفي لوصف هذا الشكل، فنشيله ونكتفي بtwo views drawing. أيضا هذا الشكل المسقط الثالث ما نحتاجه لأنه المسقطين هذولا يكفيان لوصف الـ general shape of this object.